انا كنت طالب طب، فاتذكر ايام ما ادري منكم يعني بلغ من العمر عتيه مثلي انا، بس ايام دكتور محمد بركات وتيسير ابو نعمه وحسان حتحوت الله يرحم الميت ويذكر الحي، كانوا يصرون على المظهر لان المظهر الزي جزء من صوره المهنه. كان اللي في امه خير ذيك الحزه من الطلبه اي لابس صندل او ياي بدون كرفته او شعر صدره مبين كان مهذل بحيث انه ما يعيده، لان هذا جزء من الصوره الذهنيه. وكذلك اتذكر كنت انا في اول الروتيشن مالتنا رايحين حق مستشفى الولاده، فكان في واحد من الاخوه الصعايده قاعد كرسي وتدخل، احنا مجموعه من الطلبه داخلين، البنات لابسين وداخلين، الباجين بنطرونات، كان فينا واحد لابس غتره وعقال، فقال له ما تدخل، قال له يا عمي انا ما، كان يقول له ما تدخل، فيا الله يرحمه دكتور حسان حتحوت، كان يقول له مالك لابني ليش مو راضي يدخل؟ كان يقول اصله راقد. عرفت شلون؟ لانه هو لابس دشداشه والباجين ضمن الطاقم وهو قال له ممنوع دخول الرجال. فهذه ايضا بالصوره الذهنيه. الموقف الثالث او الفلاش الثالث اللي يعني انه كنت اول مره اروح مستشفى الولاده، الله يرحمه اتصور دكتور رياض القصراوي، كله الله يرحمه. فرياض القصراوي قال لي روح اخذ التاريخ المرضي من فلانه. رحت حق المريضه وقعدت اسولف وياها وكذا ويا امي كذا كذا باسلوب. فبعدين قال لي تعال قدم الحاله. وانا اقدم طالعني يقول هي قالت لك؟ ويقدم يقول هي قالت لك؟ كان اقول له ايه. كان يقول لي اسمع بقول لك شيء، يقول بي اقول دكتور. قلت له ليش؟ كان يقول ماكو سيده تتكلم عن خصوصياتها للشخص من اول مره، فانت اكتسبت ثقتها من اول مره، وهذا ترى شيء جيد. يقول حنا حتى الاطباء لما تيجي تسولف لك ما تقول لك كل شيء من اول مره لغايه ما يعني تثق فيك. فهذه من ضمن الاشياء اللي هي مهمه، الهندام والاسلوب ومهاره التواصل، حطوها بذنكم. يزيدنا اهميه ان يا جماعه انتم قاعد تدخلون بيوت اهالي وتدخلون حق اسرار عوائل، فدائما خل قدر المستطاع يكون هناك مهنيه ومسافه بينك وبين الاخرين، لان هذه من ضمن الاشياء التي تصنع فرقا لصالح المهنه، لصالح التواصل، لصالح مساعدة المريض، ولصالح صحة المجتمع. فهذه من ضمن القيم اللي ودي أأكد عليهم عليكم. طبعا سبقني راوي وقال ابنائي بناتي، أنا أقول لكم أخواني وخواتي لأني أنا أصغر منهم. فهذه يعني فعلا هذه تصنع فرقا ما بين المهنة وما بين الوظيفة. صاحب المهنة عنده الشغف، يؤمن بأنه قاعد يؤدي رسالة، ما يلتزم بأنه يقول جثة ميتة يهدها ويمشي، لا، حس نبض في الحالتين، تصرف، يبادر، ما ينتظر البكش والله أنا يقولوا لي كذي ما أسوي كذي، لا لا لا، ياخذ المبادرة لأنه هو عنده فخر واعتزاز بمهنته، عنده شغف. وهذا حقيقة اللي نتوقعه، لا أبدا نضحي في موقف يمكن أن تساعد فيه مريض على حساب يعني ما بقول بروتوكول، لان بروتوكول مهم مهنيا، لكن من حساب قيل وقال وكذا من الاشياء هذه.